تكريم أبنائنا الطلبة المتفوقين في الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي العامي هو دليل على إرادة الشعب السوري على الحياة وقوته في الصمود وتفوقه رغم كل الظروف الصعبة. هذا الطالب الذي تفوق رغم كل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا لهو دليل قاطع للغرب ولكل من عادى سوريا بأن إرادة الشعب لن تكسر. التفوق هو دليل على الصمود، دليل على الانتصار رغم الوضع المعيشي السيء، الحصار الاقتصادي، الوضع الاجتماعي السيء. أعداد المتفوقين عم تزيد سنة عن سنة. ميزة التكريم هذا العام زيادة عدد المكرمين، دليل أنه الاجتهاد والتفوق والمثابرة مستمرين. بهي السنة بالذات خصوصاً أنه طولت كتير علينا وأنه صار جائحة الكورونا، كان تفوقنا بمثابة معركة إثبات وجود. إن إحنا كان بس بدنا نكافح لحتى نوصل لهي النقطة، فعلاً تعبنا وتحدينا ظروف صعبة لحتى قدرنا نوصل الحمد لله. عجد فرحانة كثير ويعني شعور حلو. أهلي أول شيء ومدرستي، مدرسة الأوائل طبعاً كان لهم كثير دور كبير بحياتي وبهالنجاح طبعاً الكبير. فرحة النجاح كانت أحلى فرحة ويعني شعور فخر واعتزاز، وبنصح كل الطلاب أنه يحطوا هدفهم بين عيونهم أنه أكيد رح يوصلوا، لأنه عن جد ما في شيء بيوصف هالفرحة. شعور فرح كبير كتير ما بينوصف أكيد، لأنه هو تعبي كل السنة يجت كلل هلأ بالفرح هاد. طبعا علامتي هلأ هي داعم لإلي لبعدين لحتى أنا أكمل مسار التفوق هاد. الحمد لله شعور فرح وفخر بنفس الوقت. طبعا عطاني كتير حافز قوي لأني أكمل تفوق، وطبعا هاي اللفتة الحلوة خلتني أكتر بادر للتفوق أكتر وأكتر إن شاء الله.